سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. يسعد لي اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم بديت معكم فيديو ديكور الحمام. قلبت الحمام 180 درجة. هلا بتشوفوا معي فيديو قبل وبعد ان شاء الله. هلا مثل ما عم فرجيكم منظمات، اول منظمة هي الطويلة اللي لها 4 رفوف جبتها من نون، والمنظمة كمان الثانية هي البيضة كمان جبتها من نون، بس هي المنظمة البيضة كان من فترة طويلة، يعني من زمان تقريبا من شي سنة كانوا عاملين عليها عرض حلو من نون، كانت نازلة جديد واخدتها. هلأ مو موجودة بنون ابدا، بس المنظمة الثانية الاربع رفوف موجودة بنون وسعرها مو غالي، يقارب 40-45 ريال. المنظمة الثانية اخدتها تقريبا ب150 ريال، 160 هيك تقريبا. وجايبة انا كل الاغراض، اغلبية الاغراض جبت بس المنظمتين هدلونة من نون، وباقي الأغراض كلها من شي إن. كل الديكورات اللي أخدتها للحمام كلها من شي إن. هلأ رح شارككم كل الأغراض اللي جبتها من شي إن وديكور الحمام بالتفصيل. هلأ منشان الحمام رح صور لكم بعد ما خلص. أنا مصورة فيديو قبل ورح صور لكم بعد. أنا وقت قلت لكم وقت صارت المشكلة ببيتي طافت المي، تفجرت عندي ماسورة الحمام، بعدين تفجر عندي لأنه المي كتير كلسية، الدوش والشطافة وكل شيء تفجر، يعني انتزع كل الخلاطات بالحمام، بقى اضطريت كلها غيرها. فبقى هلا رح فرجيكم شو جبت وشو كنت من زمان، يعني أنا مو جبت من هلا بس لهلا موجودين عن شيء إيه. جبت هاي السلة من زمان من شي ام تقريبا صلى سنة، جبتها صلى سنة، جبت وقتها طقم للحمام للضيوف وجبت طقم للحمام البيت، بس كنت يعني مالي ناهية الا لحتى ظبط الغرفة اني حط الديكورات. وانا يعني من زمان، يعني انا يوم بكون في شي ببالي من زمان بصير بجهز الديكورات، بجهز الالوان اللي انا بحبها اللي ببالي مشان نفذ بعدين، يعني ما بخلي كله مع بعضه. هاي السلة، وعندي هون نفس اللون تبعية الحمام، الفرشاية بنضف فيها الحمام. هلا انا هاي الفرشاية رح احطها كديكور بقلب الحمام، يعني ما رح استخدمها للحمام ابدا. انا بجيب الفراشي اللي بتتلزق على الحيط السيليكون وكل فترة بغيرها، يعني هاي رح احطها بس ديكور. هيك بيجوا طقم، هن بيجوا هيك. وكمان جبت هاي، وكمان جبت هاي، هي باللون الابيض والذهبي، هي اللي تنزل صابون. انا بدي احطها مشان احطها جنب الدوش وقت واحد يغسل ايديه هو عم يتحمم او بده يتوضى، بيلاقي انه صابون تبع الايدين موجود. هي بتجي هيك شكلها من ورا، وبتجي معاها هي لزقة، هي هيك بتتركب عشان تتلزق على الحيط هيك بهالطريقة هي. هيك بتتركب وهون عشان تتلزق على الحيط.
معها شيء تاني مشان نحط الصابون، هو المفتاح تبعه هيك بنفتحها. هيك بتنفتح مشان نحط الصابون. هيك بتتسكر. خلص هيك ما عاد تفتح. فهاد لازم يضل موجود على طول المفتاح تبعه. فانا قلت لكم بالفيديو الماضي اني جبت سلة لغرفة القعدة للصالون عندي، بقى بتنفتح هيك وبتتسكر. بقى قلت هي احسن اني احطها بالحمام مشان يتخبى الشيء ما يضل هيك مفتوح، لانه ما حلو هيك يكون بالحمام. قلت هي بحطها بغرفة القعدة وقتها فرجيتكم هاي المنظمة. هاي المنظمة قلت لكم لحط فيها قطن وتبعي تنظيف الأدان، كمان حطها بالحمام. وجبت هاي كمان، هاي ما جبتها من على النت، هذينك كل الغراض كانوا من شيئين. هاي جبتها من عند أبو خمسة للمحارم. كمان جبت طقم كامل للمغسلة من شيئين اخدته، ابيض وخشبي، بيجي مثل ما شايفين معي بيجي اربع قطع مع هاي. كمان كلهم هدول لحطهم بالحمام، بس هاي حطها على المغسلة. وجبت هاد لون التنتين من عند ابو خمسة لحتى نظم الاغراض الحمام. والمرة الماضية كمان فرجيتكم جبت هاد لون كديكور للحمام حطهم، ومثل ما قلت لكم كان ما في تحت منه خشب. وقت رحت عند ابو خمسة لقيت هاد لون الخشبات قاعدات، قلت هيك بتنحط. جبت تنتقم منها، هي كانت صفت يعني كبيرة وفيها أكتر من حبة، قلت هيك بيكون شكلها. وكمان جبت من شيئين هاي مشان علق المنشفة عليها وقت نفوت على الحمام، بدي علقها ورا الباب. كمان جبت هدلون المنظمات، بيجوا ثلاثة مع بعض باللون الأسود للليف، ليف الحمام ومعهم لزقاته. وكمان جبت هلا هدلينك، بيجوا ثلاث قطع مع بعض، هاي بتجي قطعة واحدة. طبعا لون الغراض صار تقريبا السنة اللي جايبتهم، يعني اخر طلبية من شيئين فرجيتكم اياها. جبت هاي لنحط فيها شفرة الحلاقة بالحمام، كمان تتلزق على الحيط. جبت منها حبتين، منظمات يعني لننظم الشفرات. خليكم هلا معي بالفيديو لنرتب مع بعض وفرجيكم الحمام ما قبل وبعد.
يعني فكرة انا هدلون المنظمات اني حطهم هيك. هو اخدت المقاس هاي بهي الطريقة وجبتهم هيك. هلا مثل ما شفتوا حطيت الشامبويات فوق. الرف الثاني لحط فيه هذا الماسك، بستخدمه للبشرة وللجسم، كتير منيح بيقشر بالزعفران. وعندي هم مؤشرين للجسم. هلا الرف الاخير، هذا الرف رح خليه فاضي وقت بدي اجيب مثلا مقشرات للجسم، ماسكات، قصص، بحطها هون. هلا هون بالرف الاخير رح احط المنظفات. عندي اللودالين اللي بنظف فيه الحمام الكذا، هون بحط المنظفات. هذا الرف رح اتركه مثل ما قلت لكم، شو بدي اجيب يكون عندي مكان فاضي مشان احط فيه. هيك شكل المغسله عندي. طبعا ان شاء الله هلا بعد فتره انا عم بغير المرايا، ما غسلت
البيت من جوا مغسلة اوضه ضيوف بهي الطريقه. انا هذا الرف حطيته بدي الغيه كمان. مثل ما شايفين معي هيك حطيت هي هون، وهي كمان العلاقه كمان جبتها من شي اين بهذا الشكل. هلأ هون الحمام ما قبل طبعا، أول ما سكنت بالبيت ما عملت فيه شيء أبدا، أغراضي القديمة جبتها نفسها، وهلأ رح فرجيكم ما بعد. مثل مو شايفين معي حطيت هاي هون، اجت هيك شكلها. حمامي ماشي حاله، وسط لا كبير ولا صغير. حطيت السلة هون، حطيت المنظمة هنيك تبعت الحمام، عفوا منكم هون. لقيت انسب قرني هون، حطيتهم هيك مع بعض. طبعا غيرت الدوش وغيرت الخلاط مثل ما قلت لكم، لانه خربانين وانفجروا بعد ما صار مع عندي الانفجار بالحمام تبعيت البلاي. انفجروا ما تحملوا من الكلس. غيرتهم للون الاسود. ليش غيرتهم للون الاسود؟ اول شيء تغيير عن العادة اللون الفضي. تاني شغلة اللون الأسود ما بيعطيكي شكل التكلس، لأنه ما إنه المي كلسية كتير هون عنا، ما بيخلي يبين عليه الكلس. أول بأول بتنتبهي عليه إذا صار تكلس وبتنطفيه. وأهم شي كمان ما بيبين عليه نقط المي هاي المزعجة اللي هون بتلاقوها تنقط نقط المي بدك تضلي تمسحي 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 وضلي تهتمي بقى. كتير كتير سهل وبسيط تنظيفه وما بيعذب ابدا اللون الاسود. بالنهاية مثل ما قلت لكم، كنت انا حاطة ببالي اصلا من زمان انه قلب الدوش وهي الخلاط للون الاسود واعمل الديكور بين الاسود والابيض. مثل ما قلت لكم انه حابه كنت ادخل الابيض والاسود والخشبي بالديكور الحمام، ومن ضمنه قلت الخلاط والحنفيه مشان يكمل الديكور معي. ولهون وصلت معكم بنهايه الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. بتمنى ما تنسوني من اللايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. وهلا بقلكم سلام، باي باي.